عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا ملاوي تونسية، أما باش نعمل عليها تعديل شوية، باش نعملها محشية بالشكشوكة على الطريقة الجزائرية، على طريقة المحاجب الجزائرية. حاجة بنينة برشا، أنا جربتها وديما نعمل فيها قبل، ديما نعملها عشاء لدارنا بإذن الله. باش نشوفوها مع بعضنا أول مرة على قناتي. هذه باش نعمل 3 كيسان سميد، باش نعمل شوية أنا، هذا الكيس الثاني، هذا الكيس الثالث. انا ديما على 3 كيسان نعمل مغرفة قهوة ملحة كالصغرونة، ما نعملش حتى حاجة اخرى، وباش نلمها بالماء الدافي. انا عندي هنا ماء دافي وباش نلمها. الملاوي تحب العجنان، المحاجب الجزائرية هي نفسها الملاوي متاعنا نحنا، اما علول يلزم ما تعبوش برشا ماء، علول يلزمها العجينه كاسحه وانتي تعجنها، مش تعملها من المره الاولى طريه وتقول هاي جبني عجنه ملاوي، لا يلزمها عجنه كاسحه وانت تبدا تعجن فيها تعجن فيها تعجن فيها. حتى تشوفوا مع بعضنا، انا مش باش نفسخ حد شيء، باش نخلي كل شيء باش تشوفوا على عينيكم طريقه العجنان. كاسحه ونبدو نعجنو ونطرو، كاسحه ونعجنو ونطرو. انا باش نلمها بركه في القصعه دي على خاطر ما تساعدنيش في العجنين، تساعدني الخامه خير، خامتي نظيفه منظفتها قبل. ديريكت نلمها ونعجنها على الخام، خاطر انا ما يساعدني العجنين كان في حاجه واسعه، خاطر نعجن على قاعده. شوفوا كيفاه بكفي هكا نضرب ونعدي، نضرب ونعدي، نضرب ونعدي، يتعب الكف هذا نمشي للكف اليسار، يتعب الكف اليمين نتعدى للي بعده، نبدل. ما تقولوش ما عندناش نفس في العجنان، مش صعيب، اللي عنده العجانه ارتاح منها الحكايه هذه. عندي عجانه منها الحق نتاع ربي، نعمل ديما على روحي. هكا نعجنوها كاننا نعجنو في كسره عاديه، كاننا نعجنو في كسرة فطير ولا كسرة بالشحمة. الكسرة بالشحمة شفناها مع بعضنا في القناة، كسرة قفصية حرة. ها نبدأ نعجن، نعجن بالباهي بالباهي ونبدأ نزيد بشوية. اللي عنده العجانة يعجن زادا هو على الكاسح شوية ومن بعد يبدأ يزيد في الماء. هذاك سر الملاوي، انك تعجن بالكاسح مش تعجن بالطريق، ما تشدش برشا وقت. راهي حتى تشوفوها مع بعضنا، انا مش باش نفسخ حد شيء، الملاوي عندها اسرار. هكا بدات تتعجن، ما نزيد. صدقوني الشكشوكه باش نعملها لكم زيدا وباش نصورها لكم باش نوريها لكم، الشكشوكه تعطيها بنة من غير ما تحتاج لا فرماج لا هريسه لا تبقى تحشي لحد شيء، حاجه مختلفه وحاجه بنينه وحاجه جديده، على ضمانتي جربوها. هاي بدات تترشق، نتصور تسمعوا فيها وهي مازالت كاسحه، مازلت باش نطريها. راه الملاوي يلزمها طريه، هذا السر الثاني نتاع الملاوي، على قد ما تكون طريه على قد ما تجيه شوشه وتجيه كعبه طريه. هاي تترشق، توا باش نبدا نضيف في الماء بشويه شويه اللي ترتق عليكم. نرجع ليه، هكا
ترشق تسمعوا فيها. ما شدتش 7 دقائق ما شاء الله ولت ترشق. هي عجنة رخوة اما في نفس الوقت مش رخوة لدرجة انها ما تتلمش باليد، هي رخوة وتتلم باليد وتتشد باليد. ترشق مازلت باش نطريها شوية، مازلت نحبها اطرى شوية من هكا. ديما نزيد قدر مغرفة اكل، ملعقة اكل ما ديما حسب عيني ميزاني كيف ما تشوف. هاكا بدت تعمل في الفقاعات، معناها عجنتنا حضرت. تسمعوا فيها ان شاء الله. هو سيزيها ما عنديش هكا تلصق شوية في اليدين. هكا يزيها هكا نمر للمرحلة الموالية. المرحلة الموالية إن باش نعملوها رولو. نجيب الصينية هذيك دهناها بالزيت بالباهي بالباهي. دهناها بالزيت، أنا دهنتها غير نحب نزيد نبينلكم. وندهن يدي بالزيت. نجيب سكينة أنا باش نقسمها على 4. 4 معناها 4 ملاويات كبار شوية. أنا في بالي 4 صغار ليا برشا ما طيبتهاش الحق. يا شهر ممكن نزيتها نكعبرها هكا. نحاول نمشي بالبطيء ها ولمها من هنا بالباهي بالباهي. ما يسالش كي تقعد هكا ماهيش مشكله، كي تقعد هكا ماهيش مشكله. راه هذاك السر الثاني متاع الملاوي انها يلزمها تتغطى بالباهي، يلزمها ترتاح مغطيه بالباهي. كان ما يغطيلكمش زيدوا اعملوا حاجه اخرى فوقها. ضربوهم لبعضهم باش تغطى، لازمها تتغطى بالباهي بالباهي ما يجيهاش الهواء. ونخلوها ترتاح نص ساعة. في الأثناء أنا باش نعمل الشكشوكة متاعي. تو نصور المراحل. قصيت بصلة كبيرة، قصيت 4 كعبات طماطم صغار، قصيت فلفل كلهم نقصهم جويدين. الفلفل يجي قد الطماطم. وباش نعمل شوية ملح ما نكثرش على خاطر باش تجي محشية، ما يلزمنيش نكثر برشا. وباش نعمل الملح ونهزها على النار الضيق. الملح زاد عيني ميزاني. نعمل 4 مغارف قهوة ومن بعد باش نذوق. توا باش نهزها على النار ونطيبها نار متوسطة لوين تقف على زيتها، باش تسيب الماء متاعها ومن بعد تقف على زيتها. توا نوريكم المرحلة من بعد الموالي. حطيتها على النار باش نحركها باش نحركها باش تتجانس والماء يهبط الكل مع بعضه. نار متوسطة ماهيش قوية، يلزم نار متوسطة باش يسيب شوية الماء متاعو. هذه الشكشوكة التونسية متاعنا، وإلا الشكشوكة في المغرب العربي الكبير الكل نسموها شكشوكة. الملح من بعد قبل ما تطيب شوية ندوقوها على الملح. نخلوها تطيب. هنا شكشوكتنا ليها 4 دراج. هنا شكشوكتنا ليها 4 دراج. البل بصل مليح باش نزيد شويه زيت باش نفرشو البلاتو نتاعنا دو ترافاي بالزيت بالباهي بالباهي بالباهي. الاسباس كبيره، كان الخامه تعمل اسباس كبيره لاننا باش نحلوها حله كبيره تو تشوفوها وباش تمشي معانا. راهي
هنا ما شاء الله تتمشي معنا بالقدام. نعمل مغرفة مغرفة ونص زيت ونقلبوها باش تجينا سهلة، ونزيد ونحط الزيت، وفي الأثناء الطاجين متاعنا قاعد يسخن. الطاجين متاعنا قاعد يسخن ويلزم نار قوية في الأول، وبعد نهدو النار. أنا نحلوها، ريتو كي نحلها ما شاء الله راهي تمشي معايا. انت تدز هكا، تدز دز من الوسط وتدز من الوسط وتدز وهي تمشي معاك. انت تدز وهي تمشي معاك. معجونة بالباهي ما تتقطعش، تمشي معاك وتولي ترانسبارونت. انا ذاك حد البلان دو ترافاي تاعي، نحبش نخدم على الرخامه خاطر هي يطبع فيها الزيت. توا باش نعمل هكا، تبعوا المراحل حسب الفرجه. انا هذه نجم نعملها هكا، نزيد نمططها باش تجيني مورقه، نجيبها هنا للنص، والاخرى زيدا نوصلها فوقها شويه. والاطراف من هنا تبعوني كيفاش نعمل الاطراف من هنا، نعملهم نزيد نمططهم. اتحصلت على قاعدة باش نحط فيها الحشوة، الحشوة بردت شوية باش نحط مغرفتين من الحشوة، ما نحبش برشا. ونفس الشيء من البارتي الاخرى، وهنا نسكره شويه. ونزيد نحلوها، نخافوش منها خاطر عندها قاعده من اللوطه. هذه الكعبه الاولى بتاعنا حضرت باش نرموها في الطاجين. نشوفوا في التطيب مع بعضنا. النار قوية، أنا مش قوية برشا، نقلبناها على الشيرة الأخرى. النار قوية، أنا مش قوية على الأخر، ما بين متوسطة لقوية هكاكا. حتى كشي اللي يحضروا الكل نوريهم لكم في طبق التقديم. أنا عملت كعبة عادية وعملت ثلاثة محاجب، ثلاثة محشيين. إن شاء الله تعجبكم الدبارة، وإن شاء الله نلتقيه في دبارة أخرى إن شاء الله عن قريب. إلى اللقاء.